هاي اثار التحقيق، خلونا نمشي على الاكازات، وعندي هنا ورم محكمه ما صعدت من 2008 لحد 2021. يلا صعدت محكمه، قمت ابكي انا واصيح سيدي احمى على والدك، ما عندي حل ومروتك. قال اسكت يسمعنا المدير هجم بيتنا اذا سمعنا، انت مضيعيك، عائلتي تبهذلت، بيها سكر، بيها غده، زين بيها كل شيء، حتى سرطان بيها والله العظيم. زين وانا حالتي متبهذله في النوم، وانا هسه معوق، لا شغل، لا عندي معين، لا احد، وهسه انا قاعد يم بيت اختي. الان تبهذلت، والله حتى ملابس ما عندي، شوف هاي نص ردان بالشتاء انا لابسه، نص ردان، ما عندي فلوس اشتري. شاب تم اعتقاله في عام 2008 بتهمه خطف وقتل. انتقل من سجل إلى آخر ومن غرفة تعذيب إلى أخرى حسب ادعائه، لم يثبت إدانته حتى تم إطلاق سراحه من قبل القضاء في نهاية عام 21. 14 عام من الظلم ليخرج بعدها معاقا عاجزا عن الحركة، يمشي بعكاز. هذا ما تحدث به الضحية اليوم إلى مراسلنا في ديالى حتى نسلط الضوء على قضيته ونتحدث معه أيضا ونشوف ما يدعي وإمكانية أن يكون مثل هذا مثل هكذا حالات موجودة عندنا. خلونا نشوف. اسمي هشام عباس حسون، عشيرة داوودي. أنا تهموني بدعوة قتل، زين، وطبيت السجن من 2008، زين ماكو لا شهود ولا أدلة ولا مبرر جرمي. زين ومن التحقيق، هاي آثار التحقيق، خلونا نمشي على الإكازات، وعندي هنا ورم طلعت 2021، محكمة ما صعدت من 2008 لحد 2021. يلا صعدت محكمة، زين بس يفرون بي من السجون. ويوم من الأيام جابوني من الناصرية للجرائم، زين مال بغداد، قالوا أنت وين كنت؟ قلت له ما كنت بالسجن. قال ابو ياسي وين انت؟ مضيعيك اصلا، انت ندور عليك ماكو. زين حتى الضباط بيناتهم، واحد قام يحكي على واحد يحكي على الاخ، زين واحد يحكي على الاخ. قمت ابكي انا واصيح سيدي احمى على والدك، ما عندي حل ومروتك. قال اسكت يسمعنا المدير هجم بيتنا اذا سمعنا، انت مضيعيك. زين هسه شوف دعوتك شنو هو، ساعه ساعتين وسفروني للرصافات، وظلت بالرصافات ما صعدت محكمه الا 2021. يلا صعدت محكمه، اخذت افراج ورا 6 شهور، يلا طلقوا سراحي النوب بعد ما اخذت افراج، زين ورا 6 شهور، والدليل هذا كتاب الافراج مالتي، هذا طبيته 2008 2021. يلا صعدت محكماني، زين وعندي هاي اثار التعذيب مالتي. انا طالب مصطفى الكاظم، يعني طلعت بال 21 اي طلعت، كل شيء يعني من طلعوك من كل شيء، ما عندك اي تهمه؟ ما عندي اي تهمه. دعوتي 486 بقتل، بس ماكو لا شهود ولا مبرر جرمي ولا ادله ولا اي اثبات، زين ولا اعتراف عندي، حتى اعتراف ما عندي، لان انا ما مسوي هذا الشيء، زين بس تهمه باطله، زين الله عز وجل فرج علي. زين من طلع الشنطوك يعني؟ انطوني بس هذا القاضي، قال لي هذا كتاب افراجك وروح، ماكو عليك يعني، ماكو كل شيء، ما انطوني يعني براءة، اي براءة، قال تم الغاء الدعوه. زين هاي كتاب الافراج هذا، شوف اقراه قدامك. زين كل شيء ما اعطوني، قال هذا كتاب افراجك وروح. ورا ما اخذت الافراج الكتاب ورا 6 شهور، يلا طلعوني النوب. زين زين عائلتك وضعك ال 14 والله والله هاي 14 سنه ونص، زين عائلتي تبهذلت، بيها سكر، بيها غده، زين بيها كل شيء، حتى سرطان بيها والله العظيم. زين وانا حالتي متبهذله في النوم، وانا هسه معوق، لا شغل، لا عندي معين، لا احد، وهسه انا قاعد يم بيت اختي وعائلتي يم اهلها. زين ما عندي مصرف اصرف عليهم، زين مين يجيباني؟ 14 سنه ضاع عمرك، ضاع عمرها كله بالسجن، زين وما حد عوضني. انا ناشد مصطفى الكاظمي، وزاره الداخليه، وزاره العدل، احمد ابو رغيف، زين الحلبوسي، زين اناشدهم بالتعويض المادي والمعنوي. الان تبهذلت، والله حتى ملابس ما عندي، شو هاي نص ردان بالشتاء انا لابسه، نص ردان، ما عندي فلوس اشتري. زين خلف الله على اختي ونسيبي، ينطوني بالاسبوع 10,000 دينار، 15,000، بس اخاف احتاج شيء شياطين. والله احسن الله يحمي. اي والله وانا معوق هسه، شوف هاي عندي ورم هنا وهنا، وعندي هاي هنا مضروب عليها، يراد لي عمليه من عدل اثار التعذيب اللي عندي. يعني تعذيب غير اكو تهمه؟ ماكو اي تهمه، ماكو تهمه. هسه ليش طوني كتاب الافراج مالتي؟ ليش طوني اياه؟ زين ورا 14 سنه ونص، يلا صعدوني محكمه، انا عفت ابني
ثلاث سنوات طلعت 17 سنة حتى ما يعرفني، وبس مرة واحدة واجهت بس أول ما انسجنت، وبعد ما شفتهم أبد، بس من طلعت ما حد يعرفني زين، حتى الناس متغيرة زين. هاي حالتي يعني، أنا أطلب المساعدة. أخذوك من بيتك؟ لا من الشارع أخذوني، من الشارع. من اللي أخذك في وقتها؟ أخذوني الجيش. جيش أخذوني حطوني بالغرفة كتلوني زين، بعدين ودوني وين؟ مركز القدس. ظليت هناك شهر، بعدين ودوني لبغداد أمينة بشرق القناة، كتل وتعذيب زين، والله يعلقوني ومصلخاني ربي ما خلقتني، وما كهرباء ومي زين، كل جسم حتى كهرباء يعني هنا برجلي بجسمي بالعصا، يعني انواع التعذيب احنا ما نريد نقول. وبعدين كل شيء، وبعدين كل شيء ماكو. اخر شيء، اخر شيء قررت المحكمه بالافراج عنك والغاء الدعوه. الغاء الدعوه ها هي.